السلام عليكم ومرحبا بكم في تصحيح امتحان جريبي استعدادا لاستدراكية 2019 في مادة الرياضيات شعبة العلوم الجريبية بمسالكها. والآن مع الجزء الثالث في تصحيح المسألة. أشير إلى أن الامتحان على شكل PDF، وكذلك تصحيح باقي التمارين تجدونها في الوصف أسفل الفيديو، وتجدون كذلك في الوصف تصحيح بعض الامتحانات الوطنية وبعض الامتحانات التجريبية. بالنسبة للسؤال رابعا خامسا عفوا ألف، نبين أن f ل x ناقص x تساوي 2 و x ناقص 1 عامل ل x ناقص 1 على 2. إذن يجب أن ننطلق من إحدى العبارتين، أو نبسط العبارة الأولى ثم نبسط العبارة الثانية. لدينا f ل x ناقص x، إن سأبدأ أنا بهذه العبارة f ل x ناقص x، هنا سأكتب 2، سأكتب كتابة f ل x 2 x e x ناقص e x ناقص x زائد 1، ثم أطرح منها x تساوي ناقص x مع ناقص x هي ناقص 2x. إن هنا سأحتفظ ب 2x ex ناقص x ثم ناقص 2x زائد 1 هكذا. ولدينا يصعب هنا، يصعب أن نصل مباشرة من هذه الكتابة إلى هذه الكتابة. بعض التلاميذ يعني في الامتحان الوطني يصلون إلى هذه الكتابة ثم يضعون تساوي مباشرة ويضعون هذه الكتابة، فالجواب غير مكتمل ولا يعتبر صحيحا 100%. يجب أن نوضح أكثر. سأبدأ بهذه الكتابة الآن، ولدينا 2 إكس ناقص 1 عامل لإكس ناقص 1 على 2 تساوي، سأضع 2 هنا ثم أقوم بالنشر طرف بطرف، ثم ألاحظ ما إكس إكس ثم ناقص 1 على 2 إكس، ثم الآن سأنتقل للنشر بناقص 1 ناقص إكس ثم زائد 1 على 2 تساوي. الآن سأقوم بعملية النشر ب 2 هكذا، 2 إكس إكس ثم نختزل 2 مع 2 فنحصل على ناقص إكس، ثم 2 في ناقص إكس هي ناقص 2 إكس، ثم نختزل 2 مع 2 فنحصل على 1. لاحظوا معي هاتين العبارتين متساويتين، ومنه أو نقول ومن 1 و 2 نستنتج أن مهما يكون x ينتمي إلى R، f لx ناقص x تساوي هذه الكتابة 2 x ناقص 1 x ناقص 1 على 2. ب استنتج حلي المعادلة، حلي المعادلة f لx تساوي x. ب سأكتب هنا ب، لدينا f لx تساوي x، نريد أن نحل هذه المعادلة تكافي، سنرجع x للطرف الآخر، f لx ناقص x تساوي 0 تكافي. بالنسبة ل f لx ناقص x قمنا بحسابها في السؤال السابق أو تبسيطها وكتابتها على هذا الشكل. إن هنا سأضع 2 x ناقص 1 عامل ل x ناقص 1 على 2 تساوي 0 حسب السؤال السابق. الآن جداء ثلاثة أعداد يساوي صفر، يعني أن أحدهما، أحد هذه الأعداد يساوي صفر، إما 2 أو x ناقص 1 أو x ناقص 1 على 2. بما أن 2 يخالف صفر، 2 يخالف صفر. إن يعني إما x ناقص 1 يساوي صفر أو x ناقص 1 على 2 يساوي صفر، تكافئ أن x يساوي 1 أو x يساوي ماذا؟ 1 على 2. نقوم بإرجاع الواحد للطرف الآخر ثم 1 2 للطرف الآخر تكافئ. هنا ممكن أن ندخل الln هكذا، الln أو نقول بأن ex تساوي e الصفر، لأن e الصفر هي 1، أو x يساوي 1 على 2. وجدنا الحل الأول تكافئ. إن هنا قاعدة معروفة، إذا كانت e a تساوي e b فإن a يساوي b، يعني هنا x يساوي 0 أو x يساوي 1 على 2، 1 على 2. ومنه حلي المعادلة f ل x يساوي x هما 0 و 1 على 2، بمعنى أن f ل x يقطع المستقيم ذو المعادلة y يساوي x في نقطتين 0 0، يعني أصل المعلم، و 1 على 2. ثم ننتقل إلى إنشاء المنحنى ودلتا، إنشاء سي ودلتا.
لإنشاء المنحنى يجب أن نستحضر مجموعة من المعطيات الموجودة في التمرين التي قد تنفعنا وستنفعنا في إنشاء المنحنى. هنا سأكتب سادسا إنشاء دلتا والسي. لدينا هناك مجموعة من المقاربات قمنا بفرش الجميع. لاحظوا معي هنا طبيعة الفرع اللانهائي بجوار زائد ما لا نهائي، قلنا بأنه يقبل فرع الشيل الجميع. أنا سأكتب سي يقبل فرع الشيل الجميع باتجاه محور الأراتيب بجوار ماذا؟ بجوار زائد ما لا نهائي. ثم ماذا أيضا؟ ثم دلتا ذو المعادلة يجري يساوي ناقص إكس زائد واحد مقارب لسي بجوار ناقص ما لا نهائي. سأقوم بحساب أفصل وأرتب نقطتين تنتميان إلى دلتا لأنه مستقيم ويكفي إنشاء نقطتين فقط إكس إيجري. مثلا نأخذ صفر واحد ثم مثلا اثنان ناقص واحد، مثلا اثنان ناقص واحد أو واحد صفر واحد صفر هكذا. إذا قمنا بالتعويض بواحد نحصل على إيكغيك تساوي صفر. ثم ماذا أيضا؟ ثم جدول التغيرات و التقعر وهكذا. إذا سأقوم برسم أولا المستقيم دلتا، ولا ننسى أن وحدة القياس هي واحد سنتيمتر، وحدة القياس تساوي واحد سنتيمتر. لاحظوا معي بأن وحدة القياس هي واحد سنتيمتر. إذا سأقوم برسم الدلتا يمر من النقطة الأفصل صفر والأرتوب واحد، يعني من هنا ثم واحد صفر من هنا هكذا. سأقوم برسم هذا المستقيم وهو مستقيم دلتا هكذا، وأكتب هنا دلتا. ويستحسن أن نرسم المنحنى في صفحة فارغة، صفحة بأكملها تخصص للمنحنى أحسن، ويرسم المنحنى في وسط الورقة. ثم بعدها نأتي إلى الفروع وهكذا. بالنسبة للفروع لدينا، بالنسبة للفروع لاحظوا معي هنا بأن سيقبل فرعا شل جميعا باتجاه محور الأراتيب بجوار زائد ما نهائي، بجوار زائد ما نهائي، يعني إكس يؤول إلى زائد ما نهائي. فرع شل جميع إما أن يكون بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه هكذا، فرع شل جميع باتجاه محور الأراتيب. لكن إذا رجعنا إلى الأسئلة نلاحظ بأن نهاية، لاحظوا معي هنا بأن نهاية F عندما يؤول X إلى زائد ما نهاية فإن نهايتها تساوي زائد ما نهاية، بمعنى أن الفرع الشجمي سيكون من هنا، الفرع الشجمي يكون من هنا. لو كانت النهاية تساوي ناقص ما نهاية لكان الفرع الشجمي من هنا، إذن هنا سيكون فرع شجمي. سأرسم هنا الفرع الشجمي هكذا. تقومون بالرسم باستعمال قلم رصاص أحسن حتى لا تخطئوا. قمنا برسم الفرع الشل الجميع، ثم مقارب دلتا، مستقيم دلتا ذو المعادلة مقارب مائل بجوار ناقص ما لا نهاية، بجوار ناقص ما لا نهاية. ولكن بالنسبة للوضع النسبي قمنا بدراسة الوضع النسبي، قلنا مقارب بجوار ناقص ما لا نهاية، مقارب بجوار ناقص ما لا نهاية من هنا، إما أن يكون هكذا أو يكون من هنا المقارب، إما أن يكون من هنا أو من هنا. لكن نلاحظ بأن هنا لدينا نقطة تقاطع، يجب أن نرسم نقطة تقاطع A، نقطة تقاطع A 1 إلى 2 ستكون هنا ثم 1 إلى 2 هكذا، 1 إلى 2 1 إلى 2، إن هنا نقطة التقاطع A. بالنسبة على المجال ناقص ما نهاية إلى 1 إلى 2 سي يوجد تحت دلتا، سي يوجد تحت دلتا، إن المقارب سيكون في الأسفل هكذا، سيكون سي دو إف فوق تحت دلتا. سأقوم برسمه هنا هكذا، يقترب منه ولكن لا يتقاطعان أبدا هكذا، مقارب عفوا. بالنسبة الآن للتقعر والتحدب ثم الرتابة، التقعر والتحدب ثم الرتابة. بالنسبة للرتابة الدالة تناقصية من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر ثم تزايدية،
ثم بالنسبة للتقعر هكذا مقعر، بالنسبة للتقعر سأرسم هنا نقطة تقعر ناقص 3 على 2 ناقص 3 على 2، سأكتبها هنا ناقص 3 على 2 تساوي ناقص 1.5 تقريبا، هنا ناقص 3 على 2 وصورتها هي 1.6 1.6 تقريبا، هنا 1.6 سأرسم وسأكتب نقطة الانعطاف. لاحظوا معي بأن نقطة الانعطاف هي N ناقص 3 على 2 1.6. أنا أفضل يعني أن تستعملوا البركار لإنشاء النقط أو المثلث، لا تستعملوا المسطرة كما أفعل أنا الآن. من هنا سأقوم برسم نقطة الانعطاف هكذا ثم هكذا. هذه نقطة N نقطة الانعطاف. إذن بالنسبة للتقعر سيكون موجه نحو الأسفل حتى N، والتناقصية لاحظوا معي تناقصية ثم مقعر هكذا. سأقوم برسمه من هنا أحسن لكي يظهر جيدا. هكذا المقعر تقعر الموجة نحو الأرتيب السالبة ثم مقارب هنا. من هنا سيتغير التقعر، لكن سيتغير التقعر سيصبح محذب، لكن الدالة لا زالت تناقصية إلى السفل، لا زالت تناقصية، وهنا لدينا مماس أفقي، لدينا مماس أفقي. لاحظوا معي مماس أفقي لأن قابل للاشتقاق. إن سيتغير التقعر هنا هكذا ثم مماس هكذا، ثم من هنا من صفر إلى زائد ما لا نهاية الدالة تزايدية ستتغير الرتابة، تتغير الرتابة ثم التقعر موجه نحو الأرتيب الموجبة. إذن سنصل هذا الفرع الشجمي مع هذا المستقيم هكذا. هكذا. إن هذا هو منحنى الدالة F. لاحظوا معي تناقصية إلى صفر تناقصية ثم تزايدية من صفر إلى زائد ما لا نهاية. نقطة الانعطاف هي N مقعر ثم يتغير التقعر وهكذا. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الجزء من المسألة، نلتقي في الجزء الموالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.